هاي، انا بس عم بعمل هدول الفيديو حتى جاوب كتير عالم عتلانين هم كيف انا نظفت الفواكه والخضره وانتقدوا هذا الشيء. حقكم اكيد، انا بحترم كل الاراء، ما بقول شيء ولا مره بحياتي عملت شيء من عندي، هذا مش رايي. انا عم بتبع الارشادات العالميه. اكيد فيكم تستعملوا صابون حتى تجلو الحامض، البرتقان، البوملة، كل هيدي القشرة اللي برا، وهيدي الطريقة اللي كتير مهمة لأنه لازم بالليفة تحفوا القشرة البرانية إذا عتلانين يكون في عليها وسخ، وضروري جدا إنكم تجلوها لأنه من برا إذا فتوا بالسكين من شي من برا لجوا بتنقلوا الجرثومة من البرا لجوا. هلأ شو بتستعملوا؟ هذا الشي بيرجع لكم قد ايه بتستعملوا. الكميه لازم تكون كتير قليله. فيكم تستعملوا الصابون البلدي، في ناس قالوا اكيد فيكم تستعملوا دواء الجلي السائل، هن كيميكلز وهن ما بيسووا، بس اذا بدكم تشيلوا يو وانت تو سكراب كل الجراثيم، هيدي طريقه ممكن تستعملوها. انا هيك بستعملها ببيتي، ايه صار لي سنين، لانه هدول الاشياء على كل الحالات رح تنكب وما بتفوت لجوا. هيدي اول شغله. ثاني شغله اللي كتير عتلو هم الاوجافيل والمي اللي عم بستعملون، بس تروحوا على المستشفيات، بس تروحوا على المطاعم، بس تروحوا على السوبر ماركت بتشتروا الأقراص يلي بتنقعوا فيها الفواكه والخضرة، هدول أقراص معمولين من الجافيل من الكلوروكس، الكونسنتريشن تبعيتهم هي 1 سي سي ل 1000 سي سي مي، بيقولوا لها بتصير 100 بي بي ام. أنا عملتها لأنه شفت الكلوروكس اللي عندي اياه عنده هو اجمالا 12%، سو عملت الريجل دو 3 وطلعت لي انه بيطلع 1 سي سي لكل 1 لتر. هل هالشيء انا بعمله؟ الجواب لا، انا ما بحط كلور بالفواكه والخضره عاده. قبل ظهور الكورونا ما بحطه، كنت خاف حتى بالبيسين محل ما بتسبح بالجبل، العالم بتعرف انه كل يوم بعمل قصه من هذا الموضوع، الكلور منه منيح، الكلور ما لازم نعمله، ما لازم ناخده. بس اليوم بزمن الكورونا وقتها بيجوا الاكياس والفواكه والخضره ماني عارفه مين عاطس عليهم، مين مساعد عليهم، اذا عليهم مشكله ايه او لا، انا عم بعملها لاني هلا صرت عتلاني هم اني كون عم بنقل الجراثيم. وبرجع بقول لكم هذا الشيء جديد، ما حدا عنده جواب اذا صح او غلط، فهذا الشيء بيرجع لكم. اما اللي عم بيقول لي بستعمل خل، بستعمل حامض، بستعمل ملح، كل الطرق ما بنعرف اليوم اذا بتقضي عليها ايه او لا، حتى الاوجافيل اللي عم بستعمله. بس الفكره اذا بدكم تستعملوا خل للعاده للحياه الطبيعيه تتقتلوا جرثومه موجوده على الفواكه والخضره، على نقول باقه البقدونس، اذا بدكم تحطوها بخل ما فيكم تكبوا هيك شويه خل، بدكم تحطوا في كتير هون تناقض. في كتير ناس بتقول وحده خل 2 مي، يعني لكل لتر خل لترين مي، وفي ناس بتقول لا فيكم تطلعوا لثلاثة لتر مي. بس بهالحالات هاي لا، انا برجع لوحدة خل واثنين مي، وبرضو منا عارفين اذا هيدي الطريقة المزبوطة ايه او لا. فعم جرب جاوبكم على كل هالاسئلة، طمنوا بالكم نحنا او على طول بحياتكم بتكون تقرروا شو الوضع اللي بنعمله احسن، بعمل هاي او هاي. بالعادة انا ما بتحط جافيل، بالعادة انا بس بغسل صراحة كتير 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 منيح وبس بتركها هيك. بس اليوم من بعد ما تشيلوا كل الرمل وتغسلوا كتير كتير منيح القشرة لازم تنقعون، هل هذا الشيء بيرجع لكم؟ قد ايه ملح؟ ما بعرف، ما عندي جواب، ما في قانون اليوم بيقول شو الكمية اللي بتقتل او بتقضي على الجراثيم. هلا نهار الجمعة بليز خلوها عندكم، انا طالعة على الجرس سكوب مع دكتور زاهي حلو، رح نحكي كتير عن موضوع الاكل وعلاقته بالكورونا. الكورونا منا مسحة، كنت أنا مفكرتها مسحة، بس اليوم اكتشفنا أنه أبداً أبداً منا مسحة. فمشان هيك لتعرفوا أكثر عن هذا الموضوع تابعوني نهار الجمعة على جرس سكوب، على اللينك إذا بدكم بالبيت فيكن على حالة محل حالة انترنت تحطوه أو تتصلوا فيه على الأرقام اللي موجودة. بحبكن كتير، تبعوا على حالكن، تابعوني على طول. مرسي لكل العالم عم تعمل الريسيبتات او طبخات من كتاب صحي وسريع تبعت لي اياهم، عن جد انه انا بفتخر بهذا الكتاب لانه من قلبي عملته، اللي اشتغلوه معي بيعرفوا قديش اشتغلنا عليه، كتاب رائع. وبتمنى انه تسمعوني نهار الجمعه وتتابعوني على طول، لانه انا بخاف وقت اعطيكم حيلا معلومات بعالم التغذيه ما تكون اكيده منها 100%. Stay safe and stay home.